عاصفة الصهيونية ناسفة، الله أكبر عاصفة الصهيونية ناسفة. بالقلب بالدم بفديك يا شهيد، بالقلب بالروح بالدم. نحيي اليوم ذكرى أربعينية وفاة الشهيد محمد الزواري، وبهذه المناسبة تمت مناقشة أطروحة الدكتوراه للدارس الباحث المتميز محمد الزواري، وقع تكريم عائلته، ووقع إنجاز مجسم لطائرة تمثل أعمال الشهيد محمد الزواري، وهذا هو فخر لصفاقس، فخر لتونس، فخر لجميع العرب بصفة عامة. ولا يسعنا هنا إلا أن نترحم على روح الشهيد، وهو قدوة إن شاء الله لبقية شبابنا في جميع أنحاء القطر العربي بصفة عامة. يا زواري يا شهيد. في مدرسة المهندسين بصفاقس عن عدة مخابر، عن عدة وحدات بحث، والمخابر سوف تعمل وتعمل دائما لتطوير منتوجاتها ولتمكين المحيط الاقتصادي والاجتماعي للانتفاع بهذه الاختراعات بهذه الأعمال، وسوف تكون إن شاء الله نتائج متواصلة لمشاريع البحث بجامعة صفاقس بصفة عامة، بالجامعة التونسية، وتكون الإشعاعات على المستوى العربي والعالمي إشعاعات ذات قيمة كبيرة إن شاء الله. والأمل، الأمل في إنشاء نواة بحث علمي تعنى بتطوير. شكرا سيدي مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس. سي عسكر قديم. النظري بالتطبيقي، وهذا يعني قليل جدا. وهذا الشهيد لو لم يقصى عن دراسته لكان من أكبر الدكاترة، وكان من أكبر الأساتذة، وكان من أكبر العلماء، وكان لأفادنا نظرا لذكائه ونظرا لي. في إحياء ذكرى الأربعينية للشهيد محمد الزواري، أبت الهيئة الإدارية والأساتذة إلا أن يحيوا ذكرى الشهيد بمناقشة أعماله البحثية في إطار أطروحة. يعني الشهيد استكمل المراحل القانونية لإنجاز الأطروحة من مقالات علمية من استوفاء المدة، فأرادت اللجنة أن تكرم أعماله وتحيي ذكراه بإسناده شهادة الدكتوراه، مناقشة الشهادة ثم إسناده شهادة الدكتوراه، وهذا ما تم اليوم. فوقعت مناقشة الأطروحة وأسندت شهادة الدكتوراه في معناتها تقديريه، في انتظار انه الجامعه وهذا نترقب ان شاء الله من وزير التعليم العالي انه يسمح بالامضاء على الشهاده الدكتوراه في الميكانيك.